اليوم في عنا تحدي كتير حلو، هو بتكون تحزروا المشروب وبتربح في عنا مصاري وعصير. ما في شيء، ما بنشرب. عصرت صح؟ خطأ. كذا تفاح مع ليمون؟ لا. هن؟ كون خيار مع ليمون؟ مع ليمون؟ عار الفائدة صح. هي أصلاً كذا. أنا عندك معه. أنا عندك. فتح طلعوا. ليمون؟ لا. زيتون؟ جوافة؟ خطأ. جوافة؟ لا. في طعم جوافة؟ ليمون؟ لا. جربوا. هاي ليمون؟ هاي؟ هاي؟ هاي ما حدا حذر؟ هاي الجولة خسرانين. هو آيس تي بنكهة الخوخ. صوت تعمل شيء مثل الكل. في غازات. اثنين ثلاثة. ثلاثة. مين بيحزر أول؟ أرمان. مع بعض، برافو. أنا أول شيء. خلاص مع بعض مين هتكون عندكم؟ إيمار وتاليا. ياي. أنا فايزة. وسعيد أنت ما عرفت. واو. فازل نعطيك هاي أنت لأنه ما عرفت. يا روحي. لا تغشوا. هو بس. يلا فتح. شوكولا؟ شوكولا؟ لا شو شوكولا؟ فستق؟ شو ها؟ إذا شفتي لونه يعني بتعرفيه؟ لونه أحمر؟ آه لونه أحمر. بطيخة؟ ثلاثة. تعرفي بطيخة؟ شو؟ موز وفراولة. معقول ما اجت ببالكم ابدا هاي النكهة؟ مصيبة. ده مصيبة. رح اسهلكم اياها هالمرة. نكهة واحدة. فانتا. لا. راي. راي بالبرتقال. برتقال. صح. مار هي اللي سبقت. خلص ما زعلت. خلاص لانه توتي عرفت كمان. خذي هاي الك والك. موطني زنقلتي. اللي بعده هاد. هاد جوافة 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 يا خوة. جوافة جوافة. مين حضر اول؟ انا. ماما لمورة. لازم فورا تحزروا، بتحبوه كثير. مانجو؟ نو. رومان؟ فانتا؟ لا. برتقال؟ نو. برتقال شو؟ لا. عشان تحزروا المشروب. بيبدا. برافو. بيبدا ازرق ازرق. صح. اول انا. ماما دادات هاتات. ليمار. نمورة. عادي ما في زعل. ما رح ما صار ميت من دنانير. يلا المارو تاليا فتح. يا شو شو براحة تاليا شو يا شو هذا هو المشروب. بس حطيت كثير نقطة صغيرة وكله ماي باي. هات كافي 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 كافي. صح برافو. كافي بس كافي. كافي ستاربكس. اشربي كله. اشربي كله. نيمار برافو عليكي. حذرتي. حذرت معا على فكرة. وصل. خلنا نزعل. يلا غمضوا عيونكم. مشروب جديد. يلا فتح. خربوا. تفاح. تفاح. نو. ايش كان اسمه؟ ليمون.
تذكرته بس ناسي اسمه. سفن أب. أيوة هو مشروب غازي له اسم. سفن أب. نو قربتي. بسرعة 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 مو رح يصير. شاهي. خسرت اثنين. هو ديو. شكرا. الجولة اللي بعدها. يلا غمضوا عيونكم. هي نكهة جديدة. جربوا غمضوا عيونكم. كوكا كولا. برافو. موز. شو؟ كوكا كولا موز كأنه. لا. كوكا كولا زيرو. ليمون. ليمون الأخضر والليمون العادي هاي. يا أنا فزت. نكهة جديدة. طيبة؟ طيب مرة تانية الجولة اللي بعدها. النكهة هاي. شوفوا أنتم المتابعين. اثنين ثلاثة. شو بده؟ جوافة؟ لا. عنب؟ لا. كرز؟ فيها كرز بس فيها كمان نكهات ثانية. ليمون؟ لا. تفاح أحمر؟ فيها تفاح بس كلها لها اسم واحد. في توت؟ في توت صح. فواكه حمراء. فواكه حمراء مشكلة فيها فراولة وتوت ماما وكرز. هلا الجولة اللي بعدها لورا. وان تو ثري مع بعض. برتقال؟ نو. موز؟ نو. شو الطعم؟ دالي دالي بسرعة كيوي كيوي كيوي. لا تاليا صح. كيف عرفتي؟ غشيتي؟ خلاص؟ الف؟ ايوه الفوا يلا. واحد اثنين بسرعة بسرعة تودي شوف ليمون. برافو ماشيت. تاليا اللي فازت. تفضلي اعطيني فلوس. فلوس؟ تودي فطورة. عنا الجولة الأخيرة وأخيرا خلصنا. لا تنسوا تحطوا لنا أكبر لايك حتى نجرب آخر نكهة. ضل عنا هاي النكهة. يلا فتح. تفاح. برافو لمارو تاليا. بس للأسف فلست وما ضل معي مصاري لأنه اعطيتكم إياهم كلهم. بس هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك كبير. سبسكرايب. في بالنهاية هدية إلك وإلها عشان ما تزعلوا. بس ليمار هي اللي فازت بالنقاط أكثر بس في هدية إلك وإلها. أوكي؟ أوكي. والتحدي اللي بعده رح نجرب آيس كريم نكهات ورح يحزر ليمار وتاليا. هاي الهدية لليمار وتاليا. بيت باربي رح يركبوه.